أكيد مستقبل الكويت أنا أعتقد هو يعني متعلق بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية. التنوير دائما يتم عندما يكون الاقتصاد بشكل ما أو بشكل قوي معتمد على الأفراد، عندما يستقل الفرد اقتصاديا. نحن دولة ريعية، في الكويت دولة ريعية، المواطن تابع للدولة، رعية، يعني يتم إطلاق صفة رعاية وليس مواطنين. نحن لسنا مواطنين في الكويت، نحن رعاية تابعين للدولة، الدولة تصرف علينا، الدولة تطعمنا، تسكننا، حتى تدفننا يعني. فإذا مستقبل التنوير في الكويت أو مستقبل التغيير التنويري أنا أعتقد بعيد نوعا ما، لا يمكن أن يحدث في السنوات القادمة، لأن الشعب الكويتي شعب مرفه، شعب غير واعي نوعا ما بماهية التنوير، بأهميته، شعب متعلق بالمال، بالرفاه، بالدعه، السكون، الراحة، لا يريد أن يدفع ضريبة التغيير، ضريبة التنوير، ضريبة أن يكون مواطن حر، لا يريد. هو مقتنع بأن دوره دور رعية، دوره بأن الدولة تدفع له، دوره بأنه هو يسافر، بأنه يركب أفخم السيارات، بأنه يملك منزل جميل، بأنه يلبس ملابس ماركات، لا يريد أن يغير هذا النمط، يعجب هذا النمط، يريد أن يأكل في المطاعم. شعب في غالبيته، حتى لا نتهم، حتى لا ترفع علينا قضايا، في غالبيته شعب غير ناضج، غير واعي، شعب ضعيف، مستكين، خائف، جبان نوعا ما. فمستقبل التنوير ضعيف، لا يوجد هناك نخب تنويرية في الكويت، غالبيتها أو كلها أو جلها يعني كما يقال هي نخب مستهلكة، نخب غير واقعية، غير حقيقية، لا تعمل بشكل واقعي على أرض الواقع، هي نخب مؤدلجة. يعني للأسف النخب التنويرية في الكويت مؤدلجة طائفيا، مؤدلجة سياسيا، مؤدلجة قوميا وغيره، لا توجد هناك نخب، هناك أفراد يتكلمون عن التنوير، عن العلمانية، عن الليبرالية لمجرد نحن من نتكلم، خل تجي الأضواء علينا، نحن من نتكلم عن هذه الأمور، ولكن في الواقع هم أكثر الناس سوءاً، أكثر الناس يمارسون العنصرية والتمييز والظلم والاستبداد. لا توجد عندنا في الكويت يعني نخب واقعية حقيقية، لأن النخب التنويرية تخوض معارك، نضال، سجال، مواجهات واقعية حقيقية. لا يوجد في الكويت مثل هذا النوع. توجد هناك نخب مثقفة تستكين في المكتبات، تجلس في المكتبات وتتكلم، بينما على أرض الواقع هي تعيش داخل الغرف المغلقة وداخل الأرائك. الإلحاد في الكويت، نعم يوجد إلحاد في الكويت، يوجد إلحاد كبير في الكويت كما حال المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية، ولكن هذا الإلحاد مبطن، لا يمكن أن يتكلم أي شخص ملحد بالكويت عن حقيقته لأنه يخاف. يعني تكلمنا في البداية أعتقد بأن المواطن يخاف من إعلان هويته أو حرية الاعتقاد، لأن هناك تنمر اجتماعي وأيضا ملاحقات سياسية واجتماعية وازدراء وغيرها، فالإلحاد موجود، شيء طبيعي، لأن الإيمان يقابله عدم الإيمان بالضرورة، لا يمكن أن نلغي هذه المعادلة، هذا شيء أمر واقعي وطبيعي، إلغاء عدم الإيمان كأنك تلغي الهوى عن الإنسان، كأنك تلغي الفكر، العقل عن الإنسان، لا يمكن أن تلغي هذا الأمر، عليك أن تواجهه بالفكر، بالحجة، بالبرهان، بالعقل. أما أنك أنت تحاصر هؤلاء وتظلم هؤلاء و ترفع عليهم قضايا أو تعاقبهم، فأنا أعتقد هذا هو يعني عصر محاكم التفتيش الأولى، والتي أعتقد أن في مجتمعاتنا لم نتخلص منها حتى الآن. نعم.